متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية. استمرت الأجواء في المناطق الشرقية والجنوبية والوسطى المملكة ما بين حارة إلى شديدة الحرارة، واستمر نشاط سرعة الرياح على المناطق الشرقية المطلة على الخليج العربي، وأدى ذلك إلى إثارة بعض الأتربة والرمال. كما مجددا تكاثرت اليوم كميات من السحب والغيوم الركامية الرعدية الممطرة على طول المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية، وامتد بعض منها إلى بعض المناطق الداخلية. هذا ما أظهرته صور الأقمار الاصطناعية لهذا اليوم، والتي أشارت إلى وجود كميات من السحب والغيوم ذات طابع الركامي على المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية، بعض السحب والغيوم أيضا على منطقة جدة، وتسببت ببعض الأمطار الخفيفة، وامتدت بعض من هذه السحب والغيوم إلى أكثر مناطق داخلية تطال كل من القصيم وحائل. في المقابل كان هناك بعض الأتربة والرمال على مناطق الإحساء والدمام في المناطق الشرقية من المملكة. تأثرت هذه المناطق خلال الأيام الماضية بما يسمى برياح البوارح، والتي تميزت بارتفاع كبير في سرعة الرياح لا سيما في ساعات ما قبل الظهر، وتسببت بحدوث بعض الموجات الغبارية. هذه الرياح، رياح البوارح، هي رياح موسمية تحدث في كل عام في مثل هذا الوقت من العام، وتؤدي إلى إثارة الأتربة والرمال، لكنها تتراجع وتتفاوت في تأثيرها ما بين يوم وآخر. هذه خرائط التوقعات الرياح للنهار هذا اليوم عبر النماذج الحاسوبية، والتي تشير باللون الأحمر إلى وجود سرعات كبيرة للرياح في المنطقة الشرقية لليوم الأحد. لكن كما تلاحظ يوم الاثنين تخف سرعة الرياح في المناطق الشرقية، تبقى قليلا في منطقة الكويت، دولة الكويت ومنطقة الشمالية الشرقية، بالإضافة إلى أقصى المناطق الجنوبية الشرقية من المملكة. يوم الثلاثاء تتراجع تماما تأثيرات حالة رياح البوارح، وتعود الرياح لتصبح تقريبا هادئة مع نشاط محدود في ساعات ما بعد الظهر. انتقالا توقعات الهطولات المطرية على الجانب الآخر، إذا يوم الأحد كانت الأمطار كما نلاحظ ممتدة من مرتفعات المدينة المنورة، مرورا مرتفعات مكة والطائف ومرتفعات الباحة وأبها وأجزاء مرتفعات عسير وجزان، وامتدت إلى بعض المناطق الداخلية شملت كل من حائل والقصيم. بالنسبة لساعات الليل تضعف دائما فرص هطول الأمطار، أما يوم غدا الاثنين فيتوقع عودة نشاط هطول الأمطار الرعدية على طول المرتفعات الجبلية الغربية، بدءا من مرتفعات المدينة المنورة مرورا بمرتفعات مكة والطائف، بالإضافة إلى مرتفعات الباحة وأبها وبعض مرتفعات عسير، وبالإضافة إلى المرتفعات التي ما بين جازان ونجران. هذه مناطق جميعها معرضة أن تتهيأ بها الفرص اعتبارا من ساعات الظهيرة لهطول زخات رعدية من الأمطار. لا يستبعد أحيانا تكون هذه الزخات غزيرة في نطاقات جغرافية محدودة، وتؤدي إلى جريان الأودية وتشكل السيول، كما تصحب أحيانا بتساقط لحبات وزخات البرد. تمتد عصرا بعض من هذه الزخات الممطرة نحو مناطق أكثر داخلية قد تطال بها منطقة القصيم بوجه التحديد. بالنسبة للأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة في العاصمة الرياض، أجواء دافئة للغاية في ساعات الليل، درجة حرارة تقريبا 28 درجة مئوية والأجواء صافية. نستعرض سوية درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا والصغرى ليلة الأحد على الاثنين، أو عفوا ليلة الاثنين على الثلاثاء في مناطق ومحافظات المملكة. ونبدأها من سكاكا شمالا 42-28 مع أجواء شديدة الحرارة، كذلك أمرها في عرعر 42-28، مع التنبيه بأن هذه المناطق أصلا معدلاتها الحرارية أقل من ذلك بحوالي أكثر من 7 درجات، وبالتالي يوصف الطقس بأنه شديد الحرارة. في تبوك من 39-26 مع طقس حار بوجه عام. في المناطق الغربية من المملكة تبقى الفرصة مهيئة في مرتفعات المدينة لهطول بعض الزخات المحلية الرعدية من الأمطار مع عظمى 42-31، تبقى الفرصة مهيئة أيضا في مدينة جدة لبعض الزخات المطرية من 42-31، لكنها خفيفة طبعا عموما. في مكة المكرمة في فرصة لزخات رعدية من الأمطار بعد الظهر من 43-32، كذلك أمر هو في الطائف من 32-24 درجة مئوية. الفرصة أيضا متاحة لبعض الأمطار الرعدية في كل من الباحة وأبها مع درجة حرارة 31-19 في أبها و 29-24 في منطقة الباحة، في جازان من 36-31 درجة مئوية. المناطق الشرقية من المملكة في الإحساء غدا 45 درجة مئوية، طقس ما بين حار إلى شديد الحرارة وصغرى 30 درجة مئوية. في الدمام من 43-30 مع طقس حار نسبي، وفي حفر الباطن من 43-33 درجة مئوية. العاصمة الرياض غدا يتوقع أن تسجل تقريبا حوالي 43 درجة مئوية في ساعات النهار مع طقس حار وصغرى 30 درجة مئوية. هناك فرصة لأن تمتد بعض الزخات المطرية الرعدية إلى منطقة القصيم من 42-28، لكن السماء العامة الأجواء حارة بوجه عام، وفي حائل من 38-26 درجة مئوية مع طقس أيضا حار بشكل عام. الأجواء متوقعة خلال 3 أيام القادمة في العاصمة الرياض 43-30 يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، استقرار تام على درجات الحرارة وأجواء حارة بوجه عام في ساعات النهار، وحتى أنها كمان تبقى في ساعات الليل حارة نسبيا. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.